الثانية. لكن فلنبقى في النقطة الأولى. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. عدة مرات حدثت هذه الحادثة، ومنها وعندما وضحنا هذا الإطار العام يتضح أن البعض شايفين الروايات مختلفة. يعني شأن النزول هو مجمعين أنه علي بن أبي طالب عليه السلام، أو شبه الإجماع عند السنة، لكن الروايات مختلفة. فالمرة الشكل تقول مثلا رواية تقول أن عليا تصدق بالخاتم وهو في خنصره، رواية ثانية تقول كانت عليه حلة قيمتها 1000 دينار أهداها النجاشي. الأمير كان متقشف وزاهد، لكن هذه الحلة أهداها النجاشي للرسول صلى الله عليه وآله، فاحتراما وكرامة لرسول الله. وما يصير واحد يرد الكرامة والهدية، الأمير جدا كان زاهد ومتقشف كما هو واضح. احتراما وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الأمير لبس هذه الحلة اللي قيمتها 1000 دينار ذاك الوقت. بالدينار كنت تشتري شات، الشات الآن شقد قيمتها؟ الخروف شقد قيمتها هنا مثلا 6000 ليرة، فستة آلاف ليرة اضربوها في 1000 يعني شقد يصير؟ ها 6 ملايين ليرة. 6 ملايين ليرة حلة أهداها النجاشي إلى رسول الله، الرسول أعطاها الأمير، والأمير لبسها وإجا المسجد، فالسائل عندما إجا أعطاها الحلة رماها. هاي رواية ثانية موجودة في الكافي وغيره، وإلى تفصيل وروايات أخرى عادية نقول فد رواية وبعدين أوضح شلون التناقض يندفع. ليش؟ لأن واضح هي عدة حوادث مرار عديدة. علي بن أبي طالب عليه السلام تصدق بالخاتم بالحلة في غيرها، في صلاة الظهر، في النافلة، في رواية تقول في النافلة، في رواية ثانية تقول في الفريضة، كلها ما صحيح، يعني هي مو حادثة واحدة حتى تتوهم التناقض، وإنما عدة حوادث. مثلا من الروايات أنه مجموعة من اليهود، منهم ابن صورية ومنهم ابن يامين ومنهم ثعلبة ومنهم أسد، ذولا أسلموا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: يا رسول الله، أن موسى قد أوصى ليوشع بن نون فجعله وصيا له، فمن وصيك؟ فنزلت الآية. لاحظوا هذا شأن النزول الآخر، فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله. الله فورا يستجيب للطلب النابع من إرادة حقيقية لمعرفة الحق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هاي القضية كانت خارج المسجد، الرسول خارج المسجد، جماعة من اليهود أسلموا مثل ابن صورية أو ابن يامين ومن أشبه، وابن سلام وثعلبة وأسد وغيرهم، فقالوا: موسى أوصى ليوشع بن نون، فلمن توصي أنت ولمن أوصيت؟ فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالنبي قال: قوموا إلى المسجد. النبي يعرف القضية شنو، مخطط إلهي، النبي مطلع على المخطط، بس البشر قاصرون ومقصرون وجاهلون، وبعضهم معاند ومتكبر ومكابر ومعاند. فالنبي قام إلى المسجد مع الجمع اللي معه، وإذا بسائل يخرج من المسجد، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: هل أعطاك أحد شيء؟ يدري المخطط الإلهي، قال: نعم، أعطاني هذا الخاتم. من؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. في أي حال الرسول يسأله، يدري المخطط الإلهي من قبل، في أي حال قال له شنو؟ في حالة الركوع السائل. فكبر رسول الله وكبر الجمع معه، كلهم قالوا: الله أكبر. طبعا هكذا، لأن الله أكبر من أن يجهل ضرورة أن يعين لنبي آخر الزمن وصية. يعين لكل الأنبياء وهم أدنى مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وصي وأوصياء، وما يعين للنبي؟ شلون يعني؟ الله ماذا عدا مما بدأ، والعياذ بالله حكمته قلت، مو معقول هالكلام. الله أكبر، هالتكبير هواي دلالات إلى منها هذه الدلالة، الله أكبر من أن يوصف بالجهل، أنه ما يعرف يعين وصي لنبي آخر الزمن وهو أفضل الأديان وأسمى الأديان والدين الخالد إلى آخر الزمن. فالنبي كبر ودخل إلى المسجد وقال لهم: علي ولي من بعدي، بعد نزول هذه الآية، فقالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبعلي وليا. فنزلت بقية الآية، الآية الثانية: ومن يتولى. شو هذا التسلسل اللطيف؟ في البداية القصة فذكرناها حتى الآن، سألوا: من وصيك؟ فنزلت الآية:
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فعندما أجوا إلى المسجد وشاهدوا هذه الحادثة، النبي أشهدهم هذه الحادثة وأراهم هذه الحادثة، ثم قالوا رضينا بالله ربا ومحمد النبي وبعلي وصيا، نزلت بقية الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.